ايه ده يا اسطى؟ ده هتلاقيه مثلا بياكل على الصبح كده 4 كيلو جمبري ولا حاجه. والنبي انت اهبل يا ابني، ده اكلته ضعيفه، شويه شوربه عدس، شوربه خضار، شويه بصاره، حاجات كده يعني. هو انت هتفتف اكل الرئيس كمان؟ كل المجهود اللي عملناه متولي، بنتمنى ان ربنا يوفقك. كنت فين لغايه دلوقتي؟ كنت في الحزب. حزب ايه؟ حزب المعارضه يا متولي. انضميتي لحزب المعارضه يا شراح؟ احزاب البلد كلها فاضيه قدامك وبتنش، ما لقيتيش ان حزب المعارضه. انت خايف من ايه؟ وبعدين انا عايز افهم انت جبان كده ليه؟ ما هو مش معقول يا انشراح، مش معقول تبقى انت في حزب المعارضه وانا. انت ايه بقى؟ انا راجل غلبان وعايز اعيش. وهي دي عيشه اللي احنا عايشينها؟ انت راجل على باب الله ومش لاقي تاكل، وانا بيتقطع نفسي طول الشهر عشان اخد في الاخر 170 جنيه، ولا لاقيين حتى حته اوضه وصاله يلمونا ونعيش فيهم، بالذمه دي حياه؟ وبعدين انا عايز افهم، مش السبب في كل ده مش الحكومه؟ اسكتي بقى انت ايه؟ لا بقى، ما هو الرئيس لازم يعرف الناس عايشه ازاي. اسمعي يا انشراح، انا هنا راجل البيت وكلمتي لا ترد. يا انا يا حزب المعارضه في البيت ده. معارضة ولا بلاش؟ عصاية شمسية رايحة البحر. خف شوية يا جبار. تعالى متولي. ايه رأيك في المظاهرات اللي حصلت في البلد؟ دول ناس عايزين أقمع رقبتهم، بيعطلوا المراكب السايرة يا باشا. انشراح مراتك أخبارها ايه؟ اتطلقت يا باشا. كل واحد انه يتظاهر او يختلف مع النظام، انما بدون تخريب. احنا احتوينا الموقف يا فندم. لازم اشوف الولاد دول واسمحهم بنفسي. انا هروح لهم النقابه واتكلم معاهم. ده قرار سليم يا فندم، هيتبسطوا قوي بالزياره دي. الموضوع خلص خلاص يا فندم، وبعدين انا شايف ان سعادتك تاجل الزياره دي شويه. اجلها ليه يا حازم؟ دواعي امنيه يا فندم، محدش ضامن، مش جايز حد يكون مدسوس وسطهم. مالك يا متولي؟ شكلك مش مبسوط. شوية مشاكل في البيت يا ريس. رد يا متولي. ألو؟ أيوه انشراح. إيه اللي حصل؟ اسم إيه؟ مصر القديمة؟ طيب ماشي ماشي. خير. مراتك مالها؟ المدام اتقبض عليها يا ريس، كانت ماشية في المظاهرة، بس الحمد لله خدت جزاءها. مالك ومال المظاهرات يا انشراح؟ لعلمك انا لا يمكن هسكت ولا هرجع عن موقفي، وبعدين ازاي طلعوني وسابوا بقية الزملاء كلهم جوه؟ انت طلعتني ازاي متولي؟ تعرف مين؟ وكنت فين ساعة لما كلمتك بالتليفون؟ انت طالعة من الاسم اتحققي معايا انا. هو اول الجواز كده يا ابني، لازم شوية خلافات ومشاكل لحد ما تتطبعوا على بعض. وبالصبر كل حاجة بتعدي. ربنا يخليك لينا يا ريس. هتوكلني ايه النهارده؟ نفسي سعادتك. ايه مالك؟ انت واقف قدام رئيس الجمهوريه، قول كل اللي في نفسك، ما تخافش من اي حد. نفسي اوكل سعادتك على مزاجي. وانا موافق، بس الموضوع ده يفضل سر بينا عشان ما تاذيش. هتاكلني ايه؟ طبق كشري بالدقة والتهلية يستاهل بق سعادتك. والله أنا نفسي رايحاله، بس شوية صغيرين عشان القولون. حمامة.
الكمال يا متولي. انا وشيفا رئيس. يا سلام، احلى اكل في الدنيا اكل الشعب المصري. ميزه شعبنا انه بيقدر يعمل من الحاجات البسيطه دي اشياء رائعه. قول لي يا متولي، طبق الكشري بكام النهارده؟ لسعادتك ولا لاي حد؟ لسعادتي ازاي يعني؟ لما انه كام الطبق؟ 3 جنيه يا ريس، بس لو سيادتك حبيت تحط شوية دقة زيادة، شوية تقلية، شوية حمص، يعمل له 5. قلت كام؟ 5 جنيه سعادتك، بس مش أنا اللي مسعره، وعهد الله. يعني أسرة بسيطة مكونة من 5 أشخاص عايزين يتغدوا كشري يدفعوا 25 جنيه. ده بيقولوا الطبق بنص جنيه. نص جنيه إيه سعادتك؟ الكلام ده كان من زمان، الحاجة ولعت. تفضل انت. كريم بيه، يا اهلا وسهلا. أأمرني يا فندم؟ سيادة الرئيس عايزني حالا. حالا يا فندم، حالا. كريم بيه، ما تعرفش سيادة الرئيس عايزني ليه؟ ما تعرفش، انا جاي حالا. صباح الخير يا ريس. صباح الخير. تعال. كبشة مكرونة قد كده، معاهم شوية رز ومعلقتين عدس بجبة، عليهم شوية تقلية، دول يعملوا كام؟ يا ريس أنا مش فاهم سعادتك تقصد إيه بالظبط. طبق الكشري بكام يا معالي الوزير؟ بنص جنيه يا ريس. أنت بالك قد إيه ما أكلتش كشري؟ ولا انت غرقان في السمو في مي والجمبري؟ يا ريس دي اشاعات مغرضه، الهدف منها تشويه صوره الوزاره قدام سعادتك. طبق الكشري مسعر في كل المحلات بنص جنيه، احنا مراقبين الاسعار كويس قوي. انا عن نفسي لسه اول امبارح واكل عند ابو طارق الطبق بنص جنيه. عند ابو طارق زي ما بقول لسعادتك يا ريس. ادينا ابو طارق. ابو طارق بتاع كشري يا ابني، مش ابو مازن. لا يا كريم بيه، الخبر ده المقصود منه البلبله واثاره الراي العام، لازم نعرف مصدر المعلومه مين. يا حازم بيه، مش مهم مصدر المعلومه، المهم هي صح ولا لا. والرئيس اتغدى ايه امبارح؟ كشري يا فندم. انت قلت لسعادة الرئيس ان طبق كشري بخمسة جنيه؟ سألني يا حازم بيه وكان لازم ارد على سعادته. وانت تقول له بصفتك ايه عملت لنا ازمة في البلد؟ يا فندم الناس كلها عارفة. اخر انذار ليك يا متولي، بعد كده حسابك معايا هيكون عسير. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك. ايه مالك؟ لا مفيش حاجة سعادتك. العيش ده خبزينه هنا؟ اه، النعمة الشريفة يا ريس. دقيق نمرة 1، قمح أمريكاني، خميرة طلياني. أنا عايز آكل عيش من اللي كل الناس بتاكله. بعد الشر عليك يا ريس. بكرة جيب لي عيش من فرن بلدي. عيش من المدعم. عيش يا باشا، عيش يا باشا. وده بعيش باكل ليه؟ اصل انا ما باجي مروح بالليل يا باشا بلاقي الفرن قافل، فقلت اجيب كام رغيف عشان انا والمدام يعني. اتفضل. مساء الخير يا متولي. مساء الخير يا ريس. جبت العيش؟ ايوه يا فندم، بس انا اسف الدنيا كانت زحمه وكوبري كان واقف وقفه غريبه. ما انا جاي من المجلس الصبح، كوبري كان فاضي. ما سعادتك احنا اللي كنا واقفين تحت الكوبري. هنعمل ايه بس يا متولي؟
كباري وطرق وانفاق وعملنا. بنحاول نحل المشاكل بكل وسيله. بعيده. زلط. زلط صغير يا فندم، ما يعملش اي حاجه. وبعدين انا سمعت انه بيساعد في عمليه الهضم. معقول ده يا ابني؟ بس الامانه يا فندم، الرغيف بشلن وفي متناول المواطن العادي. هي عزومه مفاجاه والله. بس مدري ليه. اتفضل. في الحقيقه انا حبيت نتغدى مع بعض النهارده، ويكون لقائي معاك ولقاء ودي بدون اي رسميات، عشان يبقى عيش وملح برضه. دايما عامر يا ريس. نزل لحضراتكم ده عيش بلدي مدعم جاي من فرن في مصر القديمة. الفول ده من عربية في السيدة، من عند واحد اسمه ايه متولي حنفي. لا مؤاخذة، احنا لازم ناكل من اللي شعبنا بياكله. جايز تلاقوا في الأكل أشياء غريبة، بس زي الشعب ما بيستحملنا ويحبنا وبيبلع لنا الزلط، احنا كمان لازم نحبه ونبلع له الزلط. أنا عايز الأكل ده يتمسح فوراً. تفضلوا.